مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ من أكثر الجهات والمواضيع اللي بتخطر على بالك إذا حكيت عن دولة قطر هو كأس العالم 2022. كيف أنا ممكن ألاقي وظيفة إلها دخل في كأس العالم في دولة قطر؟ أول شغلة لأنه الاستمرارية فيها راح تكون طويلة بقدر معين. الشغلة الثانية لأنه حدث تاريخي، يعني كأس العالم الأول في دولة عربية واللي هو موجود في دولة قطر إن شاء الله في 2022. هل أنت كنت من الناس اللي عم بتدور على وظيفة إلها علاقة بكأس العالم؟ فهذا الفيديو أنا عامله علشانك أنت، فخلينا نبلش. وقبل ما نبلش راح أحكي لك زي كل فيديو، بظل الأزمة اللي نحن موجودين فيها حاليا، هو السفر بين الدول صعب نوعا ما، لكن تقدر تبلش من اليوم انك انت تحاول تقدم لك كل الوظائف المتاحة لك في كل الدول اللي انت حابب انك انت تروح عليها. لأنه ونس صار عندنا ability ان احنا نجيب ناس من خارج الدولة، اذا ما كنا لقين هاي الوظائف للناس اللي جوا الدولة، فأكيد رح نتواصل معك ومع الناس اللي قدموا لهاي الوظيفة. وقبل كمان ما احكي لك شو تفاصيل هاي الوظيفة، بدي احكي لك لا تنسى انك انت تاخذ الاجراءات الاحترازية والاحتياطية اللي عم تعلن عنها حتى انك انت تحمي حالك وتحمي اهل بيتك من الاصابة بهذا الفيروس. حكينا عنهم كثير، واهمهم انك انت تحافظ على النظافة الشخصية، تغسل يديك بالماء والصابون، وتستخدم المعقمات اللي عم نحكي عنها في كل فيديو. وهاي المعقمات حاول انه يكون نسبة الكحول فيها 70% أو أكثر. أنا شخصيا ما عم بلاقي أكثر من 70%، فحاول أنك تستخدم اللي فيها نسبة الكحول 70%. لهون بقدر أبلش وأحكي لك. يلا الوظائف اللي خاصة بكأس العالم أو اللي خاصة بحدث كأس العالم في دولة قطر لسنة 2022 كثيرة وما إلها حصر، وكثير شركات عم تشتغل في هذا المجال، سواء شركات هندسية، مقاولات، سبلايرز، مانيفاكتشررز، إدارة، موارد بشرية، يعني كثير 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 مجالات، سيفتي، كثير مجالات مطلوبة في هذا المجال. علشان هيك واحدة من أهم المجالات اللي نحكي فيها هو هذا المجال. وبعام 2020 تم الإعلان عن عدد من الوظائف المطلوبة في هذا المجال، حاول انك انت تقدم لها. مصدرنا هو موقع باقة للتوظيف، راح تلاقوه موجود في الديسكريبشن بوكس اذا حبيتوا انكم تطلعوا على وظائف اكثر. لكن بخصوص وظائف كأس العالم، من الوظائف المطلوبة اللي تم الإعلان عنها وراح اقراها قراءة، طبعا كل المكتوب المنطقة المطلوبة اللي هي الدوحة، كله له علاقة بالفيفا وورد كاب. و الوظائف اللي أنا عم بحكي عنها هي مراقب مالي، منسق إقامة، التخطيط مدير خدمة عملاء، مدير الإقامة، منسق التكنولوجيا، مدير حقوق الإنسان، فريق التسويق، فريق المبيعات، فريق الاستقبال، فريق العلاقات العامة، وفريق تنسيق الجماهير. هون أنا بكون حكيت لك عن 11 نوع من أنواع الوظائف أنت تقدر تقدم لها وإلها علاقة بكأس العالم من المصدر تبعنا الموجود في الديسكريبشن بوكس. غيرهم في كمان فريق الأمن والسلامة العامة ووظائف أخرى كثير أنت بتقدر تقدم لها اليوم، فلا تنسى. وخلال انك انت عم تحضر هذا الفيديو وعم بتقدم للوظائف، حب اذكرك انه انت بتقدر تدخل على الموقع تبعنا اللي طلعته علشان حاجة المتابعين، عم بشوفها دائما، لا مجموعة من المعلومات عن الشركات اللي بيقدروا يقدموا لها، وهاي المعلومات هي معلومات التواصل والكونتاكت انفورميشن ليست، اللي هي كيف تقدر تحكي معهم عن طريق الايميل، عن طريق التلفون، عن طريق الموقع الالكتروني، شو البروجكتس اللي بيشتغلوا فيها، هل هي شركات فاعلة ولا مش فاعلة، كلها تقدر تلاقيها على الموقع تبعنا www.jisobuy.com. فروح شوف شو ممكن يفيدك، كله باسعار رمزية جدا جدا جدا. من المسؤوليات اللي حتكون مطلوبة هي اللي عم بتشوفوها هلأ على السكرين، الناس اللي حتقدم لهاي الوظائف، ما حكيها بتقدروا تقرؤوها حتى ما نضيع وقت أكثر في الفيديو. راح تقدر تقدم لهاي الوظائف للفيفا ووركس أو للوظائف المطلوبة لكأس العالم 2022 في دولة قطر عن طريق الموقع اللي عم بتلاقيه هذا الطويل كله الموجود على السكرين، أو أنك أنت راح تلاقيه موجود في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو لحتى أنك أنت تقدر تعمل له كوبي وتروح تقدم عليه بشكل مباشر. لهون بقدر احكي لكم بالتوفيق، ما تنسوا انكم انتم تطلعوا على كل الوظائف المتاحه بكل المواقع.
انا الموقع تبعي اللي راح اقدم لك اياه اللي هو www.gsubai.com، وهو قيد التطوير هو حاليا متاح للعامه. بحتاج اشوف شو الفيدباك تبعكم على هذا الموقع، شو بتحتاج انكم تشوفوا عليه، واذا في ملاحظات على هذا الموقع ما تنسوا انكم انتم تدخلوا على البلوج الموجود على الموقع، فراح تلاقوا بوستات اكيد ان شاء الله راح تفيدكم، ونشتغل عليها بشكل دائم. في مساحه انا مخصصها للمتابعين وللناس اللي بدها تحط اسئلتها اسمها الفورم، فبتقدروا انكم انتم تدخلوا عليها وتحطوا اي استفسار او اي مشاركه انتم بتحبوا تشاركوها. شفتوا وظائف متاحه بتقدروا انكم تحطوا لنا اياها كمان. وغير هيك كمان في منطقه انا خصصتها اسمها الفايل شير، والفايل شير هاي بتقدر انت عن طريقه انك انت ترفع لنا مثلا السي في تبعك، اذا شفنا انه في ماتشنج فيكنسيز او نلاقي انه احنا وظائف ممكن تناسب السي في تبعك، فنحن ممكن نحن نبعث لك اياها بشكل مباشر، او حتى اصحاب العمل ممكن يصيروا يدخلوا على الويب سايت ويشوفوا ايش متاح، خلينا احكي سي فيز وكاتيجوريز، لحتى انهم يقدروا يطلعوا عليها بدل ما يدخلوا بعمليات توظيف الطويله اللي ممكن ما تقدر انك انت توصل للوظيفه من خلالها. خلينا نفعل هاي المساحه ونبلش نشارك فيها كل المعلومات اللي احنا بنقدر نستفيد منها. لهون بحكي لكم دمتم بخير وصحه وسلامه، وان شاء الله انكم تديروا بالكم على حالكم واولادكم، الله ينهي هاي الازمه على خير، وان شاء الله توصلوا عفوا للوظيفه اللي انتم عم بتدوروا عليها بشكل مباشر. بشوفكم في الفيديو الجاي.